درست اخراج في امريكا، واحنا ممكن نشوفك مخرج تاني. مخرج؟ والله بس انا ما درستش اخراج في امريكا، انا درست هنا في مصر. درست في معهد السينما قسم اخراج. واتخرجت من هنا من مصر، والاخراج انا بحبه جدا بصراحه. انا يعني انا نفسي اخرج في يوم من الايام. ما تخليك مخرج. ما انا مش عارف، انت ايه رايك؟ انا متوتر. قوليلي اخرج ولا ممثل؟ مش عارف. بس الناس هتقول ده ممثل طلع مخرج، ده ممثل طلع مخرج. ده عيب جدا، عيب جدا في حقي طبعا لو ده حصل. صح ولا شايفه حاجه كويسه؟ لا وحشه. انا بحب الاخراج جدا اصلي، وبعد ما خلصت دراسه في المعهد برضو المخرج برضو، ويبقى لما انت تبقى مخرج يبقى كويس. بس الناس هتقول هو مخرج بقى كريم الممثل، هيبقى مخرج وبعد كده هيبقى ممثل ومخرج وممثل. انت هتخوتنا بقى. عك صح. انت هتخوتنا بقى. صح ممكن يبقى عك. يبقى انا ركز في حاجه واحده بس، التمثيل. لكن انا خلاص طلعت ممثل. عشان طلعت ممثل صح. بس انا بحب الاخراج على فكره جدا، نفسي اخرج، بس عايز استنى شويه بعد كده اخرج. ممكن تخرج. ممكن تخرج والناس هتعرف وخلاص. وخلاص على كده هنعمل الناس إيه؟ هتعرف ان انت خلاص خلصت، بتبقى مخرج. تبقى مخرج برضه. يعني انت تخلصي تمثيل ايه مثلا؟ اخلص انا على 33 سنه تمثيل، وبعد كده اخش على الاخراج ل 51 مثلا اخراج، وارجع تاني للتمثيل، ولا كمل؟ ما انا مش عارف. قولي لا كمل. يعني كمل. قسمهم لي انت، قولي لي امتى. لا تكمل التمثيل. ايوه. ما ينفعش ترجع، ما ينفعش تفضل كده 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 كده. عك ده عك. لا يبقى انا خليني في التمثيل، انا اسف جدا. لو عايز كنت عايز تبقى مخرج ما كنتش تخش التمثيل، كنت تخش الاخراج وبعد كده خلاص. ما هو انا ما كنتش ناوي امثل، بالعكس انا درست اخراج وفجاه لقيت نفسي بحب التمثيل وعايز امثل بعد ما كنت درست الاخراج. وكان ليا ناس صحابي في المعهد قالوا لي تعالى اعمل مشاريع تخرج، افلام صغيره كده بنعملها في المعهد، فمثلت فيها. وبعد ما اتخرجت لقيت نفسي بصور اضحك الصوره تطلع حلوه مع الاستاذ شريف عرفه، فاشتغلت مع مخرج كبير وسيناريست كبير، واتحطيت ان انا بقيت ممثل في منطقه كويسه، فكملت في التمثيل. لكن انا بحب الاخراج، انا عايز اخرج لك فيلم. مش عارفه تقولي ايه بقى. ده ما ينفعش. صح برضه. صح. اوعي. بصي انا هعمل اللي انت هتقولي لي عليه، لان انا باثق جدا في رايك وفي تفكيرك، وعارف ان انت فنانه كبيره ونجمه وبتعرفي تفكري صح. عشان كده انا جيت اسالك اعمل ايه، اشتغل في الاخراج ولا في التمثيل؟ انت تقولي لي. لو انت بقى مثلت التلفزيون وبقيت مخرج ناسب ان انت تبقى مذيع وكل شغلانه في ونقطع على بعض بقى. عشان نقطع على بعض في الاخر. صح. بص لقمه عيشك في الاخر يعني، ولا هاجي جنبك، انت تشتغلي لوحدك وانا هشتغل لوحدي. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه برضه، بين الراجل ومراته المفروض ما يبقاش فيه خلافات. ايه؟ بين الراجل ومراته الحاجات دي لازم متفقين عليها. ايه؟ لما نروح.